هو اولا نتكلم على اصناف القمح. احنا عندنا حوالي 14 او 15 صنف قمح. نتكلم اولا على عندنا جميزه 11 وجميزه 12 وعندنا سيتس 12 وفي سيتس 13 وسيتس 14. عندنا مصر 1، عندنا مصر 2، عندنا جيزه 168، عندنا جيزه 171، عندنا سخه 94، عندنا سخه 95، عندنا حاليا الاصناف الجديده الحاليه سيتس اللي هم سيتس 14 وعندنا مصر 3 وعندنا سخه 95. يعني حوالي فوق ال 15 صنف قمح. طب هو السؤال اللي بيطرح نفسه، طب انا كمركز بحثي مثلا كل سنه بطلع صنف ليه؟ ما يعني القصة ايه القصة من النقطة دي؟ حتى المزارعين يسألوا نفسهم، انا كل سنة اقول له لا ازرع الصنف الفلاني ما تزرعش الصنف الفلاني. لأن الصنف ده عشان 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 يظهر احنا بندي له حاجة اسمها شهادة ميلاد. ايه هي شهادة الميلاد دي؟ لابد ان يكون متوافر فيها عنصرين، أول حاجة يكون عالي الإنتاجية، دي رقم واحد، رقم اتنين مقاوم للأمراض. دي شهادة ميلاد الصنف، ان هو يكون عالي الإنتاجية ومقاوم للأمراض. طب هل في اصناف بالفعل كانت قديمه واتلغت؟ ايوه بالفعل في اصناف كانت قديمه واتلغت. لان احنا ليه كل سنه بننتج صنف او كل سنه بيبقى في اصناف جديده؟ لان الاصناف بيحصل ان الفطريات او الامراض دي كائنات حيه عايزه تعيش، فعشان تعيش لازم تحور نفسها وتكون سلالات جديده قادره على كسر صفه المقاومه في الصنف اللي طالع. فلما بتكسر صفه المقاومه في الصنف بيكون انا كراجل انا كراجل علمي برضك ماناش قاعد ساكت، شغال على طول بحاول اطلع صنف جديد يكون مقاوم للسلالات اللي طلعت جديده. فاحنا اعتبر احنا بتوع مربي النبات مع مربي النبات على طول في صراع دائم مع المرض. هو يطلع صنف، المرض يحاول يطلع سلاله تكسر صفه المقاومه او مطلع له صنف تاني عشان يحصل ايه؟ عشان احافظ على الانتاجيه واهالينا ما حدش يحصل اي تضرر ولا حد يقول عندي اصابه خالص. فعشان كده كل سنه في اصناف جديده جايه. دي النقطه المهمه. عشان كده انا بطمن المزارعين ان احنا السنه دي هيتلغي صنف، السنه الجايه هيكون في صنف تاني موجود وكذلك، وتبعيه على طول شغاله. كمان احنا مش معتمدين على صنف واحد، احنا معتمدين على اكتر من 15 صنف. عشان كده بنتبع حاجه اسمها السياسه الصنفيه، ما بنحاولش نزرع صنف واحد. يعني لو رجعنا بالذاكره لورا سنه 97 مثلا، كان حصل المشكله بالصدى الاصفر زي ما هو بيتكلموا كده على ما حصل مشكله بالصدى الاصفر، لان كان يعتبر معظم الجمهوريه كانت زرعه سخه 95 قصدي سخه 69، فبالتالي صنف كان صنف واحد. لكن احنا عندنا 15 صنف. هل ال 15 صنف لو حدث اي مشكله مرضيه، هل ال 15 صنف هيتكسر صفه المقاومه فيهم كلك مره واحده؟ لا مستحيل. لا ممكن يكون في صنف واحد حصل له كسر فيه صفه المقاومه، لكن بنستبعده ونطلع صنف جديد.